من أصعب المواقف يوم القيامة. ما ودك يوم القيامة يجي من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من يدافع عنك ويحميك مثل الجيش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: خذوا جنتكم، يعني خذوا حذركم وانتبهوا وخذوا وقايتكم. قالوا: أمن عدو حضر فيه عدو؟ قال: لا، خذوا جنتكم يعني انتبهوا ووقايتكم من النار. طيب ماذا نقول؟ كيف نأخذ وقايتنا من النار؟ قال: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ليش يا رسول الله؟ قال: فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات تتقدمك، وكذلك تأتي مؤخرات أو معقبات تجي من وراك، وتجي كذلك مجنبات تجي عن اليمين وعن الشمال، ومنجيات، وإنهن الباقيات الصالحات. لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، قلها وتعلمها وعلمها وانشرها، قد يقولها غيرك وتنال الأجر كله.